مساء الخير مشاهدينا في كل مكان. و يعني خلينا نتخيل كده مع بعض انه الكهرباء اتقطعت، لما بتتقطع لساعه حياتنا تقريبا كلها بتتوقف. تخيلوا ان هي ممكن تكون مفيش كهرباء اصلا في بيت احنا عايشين فيه، او تخيلوا مثلا ان بدل ما اوقات الميه بتتقطع علشان في اصلاحات في بعض المناطق، ان ما يكونش في ميه من الاساس وان حياتنا طبيعتها انها تكون كده. او تخيل ان انت مثلا بتسكن في بيت من غير سقف يحميك من أشعة الشمس في الحر او في الصيف، ومن المطر والبرد وأسوته في الشتاء. ده كان شكل تقريبا الحياة اللاآدمية اللي بيعيشها كتير من اهلنا في النجوع والكفور وفي القرى، في قرى مصر والصعيد قبل المشروع القومي حياة كريمة أو المبادرة القومية حياة كريمة، اللي حسنت يعني اللي بقالها من سنتين ونص تقريبا من بدايتها وبتعمل على تحسين حياة 60 مليون مواطن. إلى أي مدى فلسفة واستراتيجية تحسين المباني والحجر إلى أي مدى بتأثر في الإنسان، بتأثر فيه نفسيا، بتأثر فيه اقتصاديا، بتأثر فيه اجتماعيا، إلى أي مدى شخص يكون عايش أو كان عايش في عشوائيات، لأن دلوقتي ما فيش الحمد لله عشوائيات في مصر، وإلى أي مدى شخص تاني هيختلف عن شخص تاني عايش في مكان جميل بيرى فيه كل الجمال، والشخص الآخر اللي بيعيش في العشوائيات بيرى كل القبح والفوضى وال يعني أكيد بيأثر فيه نفسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهيأثر في عدد الأولاد اللي هو عاوز يعني يكون عنده أولاده ويبدأ يهتم بيهم، هتأثر في جودة حياته هو وجودة حياة أولاده. إلى أي مدى هتأثر حياة كريمة هنا بشكل مختلف تماما وتنقل حياة 60 مليون مواطن من اللا حياة للحياة ومن اللا إنسانية لقمة الإنسانية والكرامة، عشان كده تسمت حياة كريمة. هنتكلم عن حياة كريمة، ويمكن البعض شايف أنه أو يشوف أنه بنتكلم عن حياة كريمة بشكل مبالغ فيه، ولكن هو بالفعل المشروع القومي الأكبر ليس فقط في مصر ولا في الشرق الأوسط ولكن في العالم، واللي تبنته القيادة السياسية الحقيقة، ورغم كل الصعوبات وكل التحديات ودخلنا فيه، وفي الجمهورية الجديدة هتكتمل حياة كريمة، وهنتكلم عن أثارها الاقتصادية النهاردة وتمكين الاقتصادي لأهالي حياة كريمة، وأثارها أيضا الاجتماعي النهاردة والنفسي في موضوعنا النهاردة من همزة وصل، وهو خلينا نقول السؤال: ما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمبادرة حياة كريمة في الريف المصري؟ ده سؤالنا وده ملفنا اللي هنفتحه مع حضراتكم النهاردة. خلينا نبدأ بتقرير وبعد نفتح الحوار والنقاش. على مدار سنوات مضت ومنذ انطلاقها، حققت المبادرة الرئاسية حياة كريمة الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، وأسهمت في تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقرا في كافة مناحي الحياة، من تعليم وصحة وتوصيل كهرباء وشبكات مياه وصرف صحي إلى تثقيف وإنشاء المكتبات ودعم الأسر ماديا واجتماعيا. المبادرة الشاملة التي أطلقها الرئيس السيسي تستهدف تحسين مستوى معيشة المصريين عبر إقامة مشروعات خدمية ووحدات طبية ومراكز شباب وتوصيل المياه والكهرباء والغاز وتبطين الترع وغيرها من الخدمات. المبادرة نجحت حتى الآن في تشييد آلاف المشروعات وإنجاز المئات من الخدمات المتنوعة لتصبح مشروع القرن الذي يضع حجر أساس الجمهورية الجديدة التي تكفل أبنائها الحياة الإنسانية والمستوى المعيشي اللائق. ونظرا لأن المسكن هو الأولوية الأولى لكل أسرة، اهتمت حياة كريمة به ووضعته على رأس أولوياتها، وقامت برفع كفاءة وتطوير عشرات الآلاف من المنازل لتصبح سكنا ملائما بديلا عن العشوائيات، وذلك تحت شعار سكن كريم. مبادرة حياة كريمة اهتمت بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأنشأت وحدات صحية متعددة ومستشفيات متطورة تم تجهيزها بكافة الأجهزة الطبية، إضافة إلى إطلاق آلاف القوافل الطبية في شتى محافظات الجمهورية،
خاصة المناطق النائية للكشف والعلاج مجانا على المواطنين. مرحبا حضراتكم مشاهدينا، بعد ما تابعنا التقرير وانضم الينا عبر اتصال تليفوني دكتور صلاح هاشم، استاذ التخطيط والتنميه ومستشار وزاره التضامن للبرامج الحمائيه او الحمايه الاجتماعيه. دكتور صلاح تحياتي لحضرتك. واحنا بنتكلم عن استراتيجيه الدوله واستراتيجيه التنميه المستدامه والتنميه الشامله 2030 والمشروع القومي، يعني انا ما بفضلش اقول انها مبادره، هي مبادره ولكنها بالفعل هو ميجا بروجكت ومشروع قومي كبير جدا، حياه كريمه، وفي استراتيجيتها ومضمونها فلسفه ما بعد وما اكبر من تطوير الحجر. حضرتك بتشوف ده ازاي؟ طيب خليني يعني اؤكد على كلام حضرتك، اللي شايفه ان هو مشروع قومي، وبالحقيقه بدا مبادره حياه كريمه، بدات كمبادره رئاسيه، تم استطلاق في المرحله التحضيريه بالكامل كانت مبادره رئاسيه، وكانت بتتلمس الطريق لتحقيق اهداف قوميه كبيره، ولكن تحولت من يونيو 22 الى مشروع قومي لتطوير الريف المصري. يبقى هي بالفعل مشروع قومي، حضرتك الكلام اللي حضرتك تفضلت بيه ده وده الكلام الصحيح، هو ده المفهوم الحقيقي لهذا المشروع القومي العملاق الذي يستهدف الريف المصري والحياة الحضرية الفقيرة. الحقيقة أنه كما تفضلت أيضا هو ليس مشروعا لبناء الحجر، وإنما هو مشروع لبناء الإنسان المصري ضمن رؤية مصر المتكاملة لبناء الإنسان في كافة قطاعات الدولة. ويمكن تعدد روافد هذه المبادرة أو هذا المشروع هو ما يجعله يهتم بشكل كبير على بناء الإنسان. فلما أقول أنه هو بيستهدف 58 مليون مواطن مصري، وده يخلي هيئة الأمم المتحدة أنها تنظر إلى هذا المشروع أنه نموذج تنمويا فريدا يهتم ببناء الانسان، وتضعه في الويب سايت بتاعها والقوائم بتاعتها انه من افضل التجارب الانسانيه والتنمويه الموجوده حول العالم. ليه؟ لانها بتعمل على مستويين، على النطاق الجغرافي والنطاق السكاني. النطاق الجغرافي انه بيغطي طبعا 56% من المساحه من المناطق الجغرافيه في مصر، ويغطي 58% من السكان، وبالتالي هو بيحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل المرتبط بتكافؤ الفرص والاستحقاق. يعني ايه تكافؤ الفرص والاستحقاق؟ ان هو بيقدر يوصل الى ابعد المناطق الريفية الموجودة كتجمع سكن، ان شاء الله يكون حتى 1000 نسمة 500 نسمة وبيستهدفه، وبالتالي بيسموه الكافرنج بقى اللي هو مسألة التغطية، ان هو بيقدر يوصل الى ابعد مناطق جغرافية وبيقدر يوصل الى اكبر عدد من السكان. مفيش ابدا مشروع على مستوى العالم بيستهدف 58 مليون مواطن مصري، مواطن. فلما كان هذه التجربه تنصب على هذا الموضوع بشكل اساسي يبقى كبير. طيب هو بيهتم بالحجر، انا لما اعيد هيكله مدرسه واطورها وابنيها او ابني مدرسه عشان الناس تتعلم فيها، ده اهتمام بحجر ولا اهتمام ببشر؟ بشر طبعا، ببشر. لان التعليم وخطيرة التنميه مش طبعا. موجوده طبعا. لما اعمل مستشفى طبي او مستوصف طبي او اعيد هيكله واعاده تطوير هذا المستشفى، انا ببني حجر ولا بشر؟ ما هو دي هذه هذا المبنى يقدم خدمات في النهايه كنفق مفتوح وبيخدم طبعا سكان هذه المنطقه. طبعا دكتور صلاح، لو اتكلمنا عن بدايه عن التكلفه المبدئيه كانت لحياه كريمه كانت مقدره ب 700 مليار جنيه او 800 مليار جنيه، وفيما بعد يعني تتطلب دائما المزيد، ربما تصل لتريليون جنيه مصري. يرى البعض انها يعني موازنه مبالغ فيها، ولكن هي بالفعل يعني المشروع له الكثير من المحاور، بنيه اساسيه متهالكه، تبدا من العدم، يعني زي ما بيقولوا starting from scratch، من العدم تماما، وإيصال كهرباء، نور، بيوت من الأساس، مراكز صحية، مدارس ما كانتش موجودة، مراكز للأعمال، مراكز للتصنيع، وإحنا بنتكلم عن التمكين أيضا الاقتصادي للمرأة الريفية وللشباب الريف طبعا، هنا علشان كمان نتخلص من الهجرة الداخلية وهجرتهم للقاهرة والتكدس في القاهرة فقط للأعمال، وإنها تكون كمان مراكز للأعمال ومراكز اقتصادية ولها قيمة وجدوى اقتصادية. حضرتك بتشوف التكلفة دي ازاي، والى اي مدى كما يراها البعض انها تمثل ضغط على الموازنة العامة للدولة، ولكن مردودها ربما لن يتضح في هذا التوقيت ولكن فيما بعد لانها مستدامة؟
طيب انا بس عايزه اصحح يعني معلومه لحضرتك، وانك تفضلتي وقلتي انه التكلفه الاجماليه للمشروع كانت 700 مليار، هو دي مرحله الانطلاق كانت 700 مليار. تمام. المشروع بدا من 2019 كمبادره رئاسيه لحد 22، المرحله التحضيريه استمرت من 19 ل 22، وانا التكلفه اعتقد كانت تجاوزت 130 مليار جنيه في المرحله التحضيريه فقط، ثم تحولت بتوجيه من فخامه الرئيس الى مشروع قومي بموازنه مبدئيه 700 مليار. يبقى قبل المرحله احنا الحياه كريمه يا فندم بتمر بثلاث مراحل، مرحله المرحله التحضيريه، مرحله الانطلاق، مرحله الاستدامه. الاستدامه انه بعد ما حققت التنميه ازاي هنقدر نحافظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترات الماضيه، لانه خلاص ماذا بعد حياه كريمه؟ ماذا بعد؟ هنسيب الناس تهد اللي بنات الدوله ولا هتكون في مرحله تحضيريه؟ دكتور دكتور اسمح لي بس، المرحلة التحضيرية والمرحلة الطبيعية ومرحلة الاستدامة. ومرحلة الانطلاق ومرحلة الاستدامة. تمام تمام اتفضل. هم دول ثلاث مراحل. المرحلة التحضيرية تقريبا كانت تكلفة 130 مليار، المجتمع المدني شارك ب 18 مليار جنيه في هذه المرحلة. لما تحولت إلى مشروع قومي لتطوير الريف المصري كانت التكلفة المبدئية حوالي 700 مليار، بحيث إن كل سنة الدولة تنفق على هذا الموضوع حوالي متوسط 200 مليار جنيه سنويا، كمتوسط قابل للزياده وقابل للانخفاض، لكن كان 200 مليار جنيه، وطبعا كان التوقع انها تزيد للزياده. لما حدثت جائحه كورونا وحدثت الازمات اللي طبعا حدثت بعض المعوقات الموجوده، لكن الدوله اصرت انها يعني تستمر وتوفر هذا الموضوع بشكل كبير، وتوفر المبالغ المطلوبة لاستدامة العمل في هذه المشروعات، والتي لا تحتاج إلى مواد خام يتم استيرادها من الخارج، كانت مشروطة يعني المشروعات اللي فيها كذا. طيب هذه التكلفة المجتمع المدني يشارك، أنا قلت اللي شارك في المرحلة التحضيرية ب 18 مليار، في لما تحولت إلى مشروع قومي التوجيه كان من فخامة الرئيس أن المجتمع المدني يقوم أو مسؤول عن إعادة تأهيل وتطوير 500 ألف مسكن في هذه المرحلة في العام الأول. يبقى إذن أنا حتى مش هحسب فلوس، لو أنا هقول التوتال بقى كل جمعية أهلية هتشتغل على كم مسكن، مش هقول قرى زي ما كنت بتكلم في المرحلة التحضيرية. المرحلة التحضيرية كان إن كل جمعية أهلية بتبقى مسؤولة عن قرية وتسلمها بالمفتاح. دلوقتي لا، أنا مسؤول على عدد من المساكن هيسلموا بالمفتاح للدولة. يعني إيه مفتاح؟ يعني إعادة ترفيق هذه المساكن، سواء كانت طلاء حوائط، ارضيات، اسقف منازل، اعاده تاهيل، ترفيق هذه المساكن من صرف صحي، مياه شرب، كهرباء، غذاء نظيف، كل ده كل ده هيكون مطلوب، او غاز طبيعي ده مطلوب طبعا لاعاده تطوير هذه المساكن. فانا عايز اقول انه هذه الانعكاسات المرتبطه بالبنيه التحتيه بتنعكس بشكل او باخر على حياه الانسان المصري، على كرامه الانسان المصري المستهدف الاول من ثوره 30 يونيو. وربما يعني هذا الاحتفال ربما يكون في الفترات القادمه خلال شهر اكتوبر، الاحتفال بمرور 52 سنه على مرور ثوره 23 يوليو مع انجازات التي تمت على ارض الواقع من حياه كريمه، حصاد كبير جدا للدوله المصريه هذه المبادره التي لها انعكاساتها الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والثقافيه. زي ما حضرتك تفضلت، تمكين المرأة الاقتصادي، المعاقين تم دمجهم بتوجيه السيد الرئيس في الحياه الكريمه، المدارس بانواعها المختلفه، المدارس المجتمعيه، مدارس الفصل الواحد، اكثر من 250 الف مدرسه بيتم انشائها طبعا من خلال هذه المبادره الكبيره. طبعا واحنا بنتكلم عن الجدوى الاقتصاديه او القيمه الاقتصاديه المضافه لحياه كريمه، فيعني هناك العديد من النقاط اللي يمكن تجميعها، ولكن اهمها على الاطلاق انه لو اتكلمنا في الجانب التعليمي زي ما حضرتك ذكرت، بناء فصول ومدارس، يعني تحسين جوده التعليم، يعني هنبني جيل جديد متعلم مثقف. الدوله هو ده اللي محتاجاه في هذا التوقيت، انها تنطلق بالعلم والعمل. لو اتكلمنا عن المراكز الصحية، فبنهتم بصحة الإنسان ومع جودة حياته وصحته ومراكز الصحية. لو اتكلمنا عن التجمعات يا فندم، تجمعات بالظبط، يعني مثلا احنا اليوم بنتكلم حوالين إنشاء 333 تجمع خدمي و 330 تجمع زراعي، تجمع داخل هذه المحافظات المستهدفة في 52 مركز. فطبعا هذه التجمعات الخدمية والاقتصادية
بتعود بشكل كبير جدا على حياه المواطن. يعني بدل ما كان بيروح المركز بيروح المكان الفلاني، لا بعيد كمان انتاج الحرف التراثيه، الحفاظ على الحرف، انتاج حرف بيئيه، الحد من البطاله، الحد من الهجره غير الشرعيه، الحد من الهجره الداخليه، طالما ان بوجود فرص عمل موجوده، اعاده طبعا تشغيل المدن الصناعيه في المحافظات المصريه، بالاضافه طبعا للتجمعات الخدميه دي بتستوعب العدد الاكبر من العماله الشابه داخل هذه المناطق، العماله الخدميه والتجمعات، العماله بتستوعب العمالات الحرف اليدويه وغيره. فكره ان انا انشئ معارض، انشئ تجمعات خدميه، استوعب بطاله، ده زي ما قلت من شويه بيقلل معدلات الهجره الداخليه. احنا كان عندنا مشكله انه اهل الجنوب بيهاجروا للعواصم في القاهره الوجه البحري، وبعدين المصريين يهاجروا الى خارج مصر سواء بطرق شرعيه او غير مشروعه. هذه المبادره جعلت لكل مواطن انه يملك داخل مكانه وداخل مجتمعه، يملك في بيته، يملك في ارضه، يملك في مجتمعه، وبالتالي يجد فرص عمل قريبه من محل السكن، وبالتالي بحارب العشوائيات وبحارب التسول وبحارب عماله الاطفال وغيره طبعا من المزايا الاجتماعيه. طبعا حمايه من جميع من تفجر الجرائم واستقطاب الشباب، افكار مغلوطه وافكار راديكاليه، يعني حمايه ايضا من الهجره الداخليه زي ما حضرتك ذكرت، والهجره غير الشرعيه فيما بعد، ملفات كتيره جدا بيتم القضاء عليها من خلال التنميه والتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه لاهالينا في القرى والنجوع في الوجه البحري والابلي من خلال حياه كريمه. دكتور صلاح هاشم استاذ تخطيط والتنميه مستشار وزاره التضامن للبرامج الحمايه الاجتماعيه، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. انضم الينا ايضا عبر اتصال دكتور رندا رزق امين عام المجلس العربي للتنميه الاجتماعيه. دكتور رندا تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتكم، صباح او مساء الخير على كل المصريين من احلى قناه النيل الاحمر. بشكر حضرتك جدا لانضمام حضرتك لينا، واحنا بنتكلم النهارده عن حياه كريمه، وحسب بعض الدراسات بيقال ان هناك 3 ملايين امراه مسؤوله عن، وهي المسؤوله عن الاسره او هي مراه معيله. بنتكلم من خلال حياه كريمه وتمكين المراه في البدايه، تمكينها اقتصاديا لتعول اسرتها وانها تبدا باسره منتجه، ده طبعا زي ما بيحصل في الصين الاسر المنتجه وفي دول شرق آسيا بشكل كبير، وده مردوده الاقتصادي بيكون كبير جدا وأيضا مضمونه ومردوده الاجتماعي، وبيعود على الدولة أنه أيضا بيرفع مصر من الدول ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة للدول الأعلى دخلا. حضرتك بتشوفي ده إزاي؟ هو أنا بشوف ده مش جديد على فكرة، لأن اهتمام السيد الرئيس مستوليه رئاسة جمهورية مصر العربية، وهو حاسس وشاعر بأهمية تمكين المرأة وخاصة المرأة المعيلة، وان هو مستشعر ان دور مهم جدا تمكين هذه الشريحة من السيدات، وبالتالي تم العمل عليها ودعمها من خلال مبادرة حياة كريمة ومبادرة ايضا حزمة التشريعات والقوانين اللي تم تعديلها لدعم وحفاظ حقوق المرأة بصفة عامة وحقوق الأسرة بصفة خاصة. وبالتالي بشوف ان ده يعني ده نهج رئاسي ونهج حكومي بدعم على الحكومه، وبالتالي شفت حضرتك بعد كده تمكين المراه قضائيا وبرلمانيا وحكوميا وعلى العديد وبرلمانيا وعلى العديد بقى من المناحي الاخرى في تمكين المراه. لكن السيد الرئيس حقيقه يعني في المرحله الاخيره كان ليه بعض التصريحات الهامه خاصه بحياه كريمه، اللي هو بيقول ان اكثر من تريليون جنيه تم تخصيصهم لحياه كريمه في المرحله الاولى، 350 مليار لتطوير اكثر من 4000 قريه مستهدفين تحقيق التنميه الحقيقيه. على فكره لما بحقق تنميه للمراه وبعدين لها تمكين انا بحقق تنميه مستدامه شامله. طبعا. لان المراه بصفه عامه يعني حاولت دايما تاء التنميه. طبعا. تاء التانيث هي تاء التنميه. طبعا. فبالتالي تاء الحياه يا دكتور، خلينا نعترف بصراحه من غير اي تحيز ولا اي حاجه، يعني احنا الحياه. وبالتالي انا لما بحقق تنميه حقيقيه للمراه بعمل جوده حياه. يعني مجودة الحياة دي بتشمل كل ما يخص المصريين، بتشمل حوالي 58 مليون مصري في جودة الحياة. فبالتالي احنا مهتمين جدا لما نيجي بقى على ان شاء الله احنا متوقعين في لقاء رئاسي قريب سيادة الرئيس هيشمل المبادرات وهيرعاها قريبا خلال الفترة المقبلة خلال الكام يوم الجايين.
ان حياه كريمه هي ثلاث مراحل، القرى ذات النسب الفقر تتجاوز 70%، المرحله الثانيه القرى ذات نسب الفقر من 50 الى 70%، والمرحله الثالثه نسب الفقر اقل من 50%، وطبعا كل منهم بالاهميه بالترتيب بالنسب عدد المستفيدين او عدد المبادرات. طب دكتور، واحنا بنتكلم عن نسب الفقر وطبعا يعني محاوله خفض نسب الفقر في من خلال حياه كريمه في الوجه البحري والابلي وتمكين المراه خاصه، الى اي مدى ده اصلا واساسا هيأثر على المراه، هيبقى هيرفع من وعيها وتفكيرها انها بدل ما يكون عندها 6 7 اولاد لا هتكتفي بطفل او طفلين لان عندها أهداف أخرى وعاوزة تربيهم بشكل إنساني وآدمي تفرح بيهم ويخرجوا للوطن بشكل محترم وبشكل هي بالفعل تفتخر بيهم وبلدهم تفتخر بيهم. من هنا أيضا هنحارب قضية الانفجار السكاني اللي كلنا يعني بنعاني منه. ما هو حياة كريمة فلسفتها إيه؟ ليها فلسفة أطلاقها السيد الرئيس، هي بناء البشر قبل الحضر. طب وبالتالي اصبح هناك سيرال بروجرامز او برامج موازيه للتنميه الانفراستراكشر يعني اللي هي خاصه بالمبادرات. فمبادره التعليم حياه 1000 طالب وطالبه، مبادره انت الحياه 1000 مواطن، مبادره وصل خير 1.5 مليون مواطن، مبادره راجعين نتعلم 1000 طالب وطالبه، مبادره يدوم الفرح للفتيات المقبلات على الزواج كتف بكتف اكثر من 4 مليون اسره، ستر وعافية 320,000 مواطن، مبادرة خيرك سابق 5 مليون مواطن. دي مبادرات يعني بتكمل الرؤية، هي رفع الوعي للمواطن، رفع ثقافة المواطن، غرس قيم المواطنة أصلا والانتماء والولاء للخدمات اللي بتقدمها المواطنة. وقد إيه بتكون المبادرات دي أيضا يا دكتور مهمة في إنه مش الدولة بس هي اللي بتتبنى يعني مبادرة التنمية أو قضية التنمية واستراتيجيتها، لا كمان الشعب المصري كله معاك وكلنا معاك في مبادرة أنت الحياة وزي ما حضرتك ذكرتي ومبادرات الزواج وما إلى ذلك، إن كلنا بنكون مع بعض كتف في كتف زي المبادرة دي بالظبط وكلنا بنساند بعض، فمصر كلها وكلنا يعني مع بعض في قلب واحد. هي اونرشيب على فكره، غير ثقافه ان دي ملكيتنا بالزبط. يعني كل حاجه بتحصل في القريه في الشارع في المنطقه العشوائيه في التجديد دي بتاعتي. طب ملكي، فانا زي ما هي بحافظ على اي حاجه ملكي وبحافظ عليها لازم ان انا في نفس الوقت كمان اعملها انا الحمايه الانسانيه، انا اللي حافظ انها ما تبصي، انا اللي حافظ انها تبقى موجوده في مكانها، انا اللي حافظ ان دي بتاعتي وبتاعت غيري. فهي دي كلها ثقافات اللي هي جوده الحياه وجوده المشاركه المجتمعيه اللي بتنفذها مبادره حياه كريمه، مش بس ان احنا بننفذ توصيل مياه وبنرفع من جوده المدارس والاماكن، احنا كمان بنرفع من جوده الاشخاص، ودي مهمه جدا. بالظبط، وهي دي الفلسفه اللي ما وراء تطوير الحجر والمباني لتطوير الانسان والاهتمام بالانسان والانتقال به من حياه لا انسانيه لحياه انسانيه كريمه. دكتور رندا رزق امين عام المجلس العربي للتنميه الاجتماعيه، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وخلينا نروح لمجموعه من التعليقات والاراء الوسط من حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. دكتور عبد الراضي حجازي، حياة كريمة إحدى المبادرات التي أطلقتها الدولة لتحقق العدالة الاجتماعية، وهذه المبادرة محببة للمواطنين لحسهم القوي بعودة الدولة للمواطن، واستهدفت القرى الأكثر احتياجا وارتقت بمنظومة اقتصادية مميزة في ترتيب التشغيل والاستفادة من الخدمات وخلق سوق جديد له مواصفات غير الأسواق العشوائية، وكان ضابطا للحياة الاقتصادية كمشروع مستديم ودام عزك يا وطن بين الأمم المتحدة يا مصر شعبا وقيادة. محمد الطواب بيقول أكيد في الفترة الماضية ساعدت ودعمت حياة كريمة بدعم مادي شهري أو سكن حياة كريمة وتوفير فرص عمل، تحويل معدوم الدخل ومحدود الدخل لإنسان منتج وأسرة منتجة. لذلك برأي الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمبادرة حياة كريمة في الريف المصري بارتقاء مستوى المعيشي والاجتماعي. محمود الضوي بيقول تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشاعر نورها في مختلف قرى الريف المصري، لا سيما من خلال تدشين مشروعات متنوعة وتوفير فرص عمل للشباب والأسر المنتجة والارتقاء بالخدمات والبنية التحتية والبنية الأساسية
بتبطين الترع بتبطين الترعة أو الترع وسكن كريم وتحسين الطرق وبناء الكباري وتوصيل كافة الخدمات والارتقاء بكافة الخدمات الحكومية وحماية اجتماعية وتكافل وكرامة وتحسين وجه الريف والمدن والقرى. حفظ الله مصر، حفظ الله الوطن. نشكر حضراتكم على كل آرائكم وعلى اهتمامكم انكم تتواصلوا وتتفاعلوا معنا وتبعتوا لنا كل آرائكم ومقترحاتكم. انضم الينا في اتصال تليفوني دكتور ياسر حسين سالم، خبير الاقتصاد والتنميه المستدامه. دكتور ياسر، تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا بحضراتكم، اهلا وسهلا بحضرات الساده المشاهدين. دكتور ياسر، في يعني كنظرة متأملة للمشروع القومي الأكبر التنموي في العالم، حياة كريمة، محاور مختلفة، القيمة المضافة اقتصاديا واجتماعيا لسكانه 60 مليون مواطن، ممكن نقول ايه اقتصاديا ونعددهم واجتماعيا من وجهة نظر حضرتك؟ مبادرة حياة كريمة هي مبادرة اقتصادية واجتماعية وبيئية تنموية بتواكب التوجه العالمي في التنمية المستدامة لرفع الأحوال المعيشية لا يقرب إلى 60 مليون مواطن مصري في الريف وفي محيط الريف والمناطق العشوائية أيضا في الحاضر. بتستهدف تحسين أحوال المواطن وتحسين ظروفه المعيشية ضمن أهداف أساسية في خطة مصر للتنمية المستدامة 2030. بيقدر عدد من يستفيدون مباشرة من هذه المبادرة العالمية حوالي 60 مليون نسمة، بيتواجدوا في حوالي 35 ألف قرية ونجع وقفر وعزبة تابعة لكرة. جوانب مبادرة حياة كريمة جوانب اجتماعية وصحية ومعيشية وتعليمية وجوانب في تطوير البنية التحتية اللي بيستخدمها المواطن استخدام مباشر. مبادرة حياة كريمة دي مبادرة بتوفر فرص عمل لدعم استقلالية المواطن المصري والفئات الأكثر احتياجا ورفع دخل الأسر، بالتالي بنحد من الفقر وبنحد من البطالة وبنرفع دخل الأسر. المبادرة بتخفف عن كاهل المواطن في الريف وفي المناطق العشوائية. المبادرة بتقلل الفجوة بين الريف وبين الحضر، بتخلي الفرق الحضاري بين الريف وبين الحضر بيقل وبيبقى فيه تقارب، لأن التنمية المستدامة الآن عصريا في مصر بتتم في 27 محافظة، ما هيش مقصورة على مكان واحد في مصر، لا، في أماكن مصر كلها في 27 محافظة. تمام. مبادرة حياة كريمة بتعمل على النهوض برأس المال البشري في مصر. حياة كريمة بتستهدف تخفيف حد الفقر وتخفيضه، بتواجه البطالة. مبادرة حياة كريمة بتتشارك أجهزة الدولة كلها مع القطاع الخاص بمسؤوليته الاجتماعية ودوره الهام. المبادرة ودي أهم ما فيها أيضا، يعني تكاتف كل أجهزة الدولة، كل القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، الجميع يشارك. ده الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص. بالزبط. المبادرة تسعى إلى تمكين المرأة، تسعى إلى حياة أفضل وبيئة أفضل للطفل المصري، احتياجات كبار السن، احتياجات ذوي الهمم. المبادرة تستهدف الرقي بالإنسان المصري. المبادرة حياة كريمة أنفق فيها 2 تريليون جنيه. لما نيجي ننظر إلى قراءة عالمية لما حدث على أرض مصر، هنلاقي إنها حسنت ترتيب مصر العالمي. في تقرير صادر عن الأمم المتحدة بيقول إن مصر في عام 2022 وصلت في مؤشر التنمية البشرية إلى 97 عالميا، رقم 97 عالميا، بعد ما كنا عام 2019 رقم 116. يعني تحسننا ما يقرب من 19 مركز تقدمناهم، تقدمنا عن
19 دولة مصر تقدمت عنهم ووصلنا لل 97 عالميا. بالظبط. يعني ده مؤشر هام جدا، مؤشر بالزبط. عالمي اممي. وبس يعني وبتهيأ لي انه بعد اكتمال المشروع يا دكتور، ما اعرفش حضرتك بتوافقني ولا لا، اكيد هنحفز مراكز اخرى اكتر واكتر واكتر طبعًا. واكتر لما نتائجه بالفعل وقيمته وجدواه الاقتصادية والاجتماعية تبدا تنعكس على مصر. 30,000 قرية ونجع وكفر وعزبة بمستهدفين للتطوير. تطور طبعا تطوير شامل، 1500 قرية وتوابعها. التابع ده بيبقى عزبة، بيبقى كفر، بيبقى نجع، بيبقى تابع للقرية. تطور المراكز، بنبص نلاقي في تطوير في الطرق اللي هي في المناطق الريفية بتربط بينها وبين الحاضر، بنلاقي تطوير في المستشفيات والمراكز الصحية، بنلاقي تطوير في مختلف المراحل التعليمية، إنشاء مدارس ليست قاصرة على مرحلة تعليمية واحدة، لكن مدارس ابتدائي واعدادي وثانوي، انشاء حضانات، انشاء المرافق الاساسيه للمواطن، بنسهل له مرافق المياه النظيفه، الكهرباء، الغاز، الصرف الصحي، كل ده بيحسن من احوال المواطن وبيحس انه عايش فعلا بحياه كريمه. ده على اسم المبادره، مبادره حياه كريمه. طبعا دكتور ياسر حسين سالم خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة، شكرا جزيلا لحضرتك. انضم إلينا أيضا دكتور جمال أبو شنب أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس. دكتور جمال تحياتي لحضرتك. جامعة حلوان، معلش جامعة حلوان مش عين شمس. أوكي بعتذر يا فندم، أهلا بحضرتك. دكتور، واحنا بنتكلم عن القيمه والجدوى الاقتصاديه والاجتماعيه لحياه كريمه، يمكن عددنا كتير من الجوانب الاقتصاديه اللي بينعكس وبيكون ليها مردود على الجانب الاجتماعي اللي حضرتك هتعدده لنا دلوقتي، ومحتاجه اعرف من حضرتك يعني اذا كنا بنتكلم عن حياه كريمه واستراتيجيه الدوله في تنفيذ كل هذه المراحل اللي بينم عن ان يعني ان هناك ان تقوم يعني هذه او هذا المشروع القومي يقوم على اسس علميه ودراسه ووعي باحتياجات المواطن في القرى والنجوع في الوجه البحري والقبلي. حضرتك بتشوف ده في البدايه ازاي قبل ما نتكلم عن الجدوى الاجتماعي؟ هو الحقيقه خليني بس ارجع بالذاكره ان استراتيجيه الدوله في اعاده بناء الانسان المصري كانت واضحه من قبل القياده السياسيه الحقيقه في المرحله في فتره الرئاسه الثانيه. واعلن لعلية القياده السياسيه ان هي الهم الاول في المرحله الثانيه من الحكم اللي هي اعاده بناء الانسان المصري، لان هو الانسان المصري الانسان اللي عمل حضاره في وادي النيل عبر التاريخ كله. فلازم الاهتمام باعاده بناء الانسان، اعاده بناء الانسان المصري الحقيقه انا بشوف ده جاء من خلال مبادرات كثيره جدا، اهم هذه المبادرات انا بعتبرها مبادره القرن، لان هي مبادره بتهتم باعاده بناء الانسان وداخل حدود المكان، داخل مقومات الدوله المصريه بقى. وما اجي اقول بقى المبادره حياه كريمه دي انصبت على ايه بالتحديد؟ ان انت بتشمل عدد من السكان 56 او 58 مليون اللي هم ساكنين الريف المصري، اكثر من نصف عدد السكان. بقى احنا في استراتيجيه واضحه للقياده السياسيه دي هنا في الجزئيه دي. وانك انت بتعيد بناء الانسان من خلال ايه؟ الريف المصري بالتحديد له خصائص معينه، خصائص ديموغرافيه وسكانيه. هنا مش هتعمل تشتغل بشكل عشوائي، لابد من دراسات علميه في نمط الحياه، اسلوب الحياه، مقومات الحياه بتاعت شكلها ايه؟ وانا عايز ارتفع في النهايه بجوده الحياه. جودة الحياة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي. وهنا بقى نيجي نشوف المردود بتاع هذه المبادرة. هي في الأول وفي الآخر كلمة مبادرة، ولكن طبعا هو تخطيط استراتيجي لعد بناء الإنسان. اسمح لي يا دكتور، هي أيضا تركيبة ديموغرافية خاصة وأيضا تركيبة نفسية خاصة، ومن هنا كان المدخل ليها بالظبط. يعني ما تيجي تقول لي الإنسان الريفي، الريف المصري له ثقافة معينة طبعا. وله اسلوب حياه، اسلوب معيشي في طريقه العمل وطريقه الانتاج، وفي حرفيين وفي مهنيين وفي حتى رجال اعمال ريفيين، الثقافه بتاعتهم الثقافه الريفيه تختلف عن المدن. طب ازاي تتعامل مع ده كله؟ انت النهارده لما تيجي تقول لي ان انا هعمل مثلا اعاده بناء الانسان من خلال المبادره ديت على المستوى الاجتماعي او الاقتصادي. طب على المستوى الاجتماعي انت عندك في الريف المصري مين هي، فين الدراسات العلميه وبيانات الموجوده عن ان انا مين اللي هقدم لهم ده؟ الاسره المعيله او اللي موجوده في الريف المصري هي ايه؟ واعاده توطين الصناعه نفسها، الصناعه اللي تتناسب مع طبيعه الحياه الريفيه ايه؟
اما تبدا المبادره انت النهارده على مستوى في المرحله الاولى 150 قريه والمرحله الثانيه 150 قريه زي المرحله الثالثه اللي بدات من 2019 البدايه بتاعت المبادره كلها 4500 قريه، انت بتعيد هيكله الحياه في المجتمع المصري من جديد من خلال اكبر قطاع من السكان الموجود في الريف، وبتبقى على المستوى الاقتصادي والثقافي والسياسي بتلعب دور مهم جدا في اعاده بناء الوعي لهذا الانسان يعيش داخل حدود المكان بكرامه وبجوده حياه مرتفعه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. اما اجي هنا اشوف المبادره هتعمل ايه؟ من اول الصرف الصحي، من اول الكهرباء، من اول الميه، من اول اعاده بناء القريه من ناحيه الخدمات بتاعتها التعليميه، المدارس الموجوده، الوحدات الصحيه الموجوده، اذا كان في هناك خدمات مؤسسات بتعمل خدمات في القريه زي مثلا الـ 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 الخدمات الخاصه بالتوثيق على سبيل المثال وهنا والوحدات الاجتماعيه، كل ده هيتم اعاده هيكلته من جديد. مراكز شباب ومراكز للرياضه ونوادي، دي برضو كانت حاجه مش موجوده محرومين منها. طبعا. هنا يبقى الهدف الاساسي زي ما انا بقول قلت في البدايه ايه؟ اعاده بناء الانسان وتشكيل اعاده تشكيل وعي الانسان داخل حدود المكان باكثر كفاءه وفعاليه عشان الانسان ده في النهايه الموجود في الريف ده الارتفاع بالثقافه الريفيه واستغلال خصائص المكان عشان يبقى في انسان هيبقى انسان منتج. الريف ده هيبقى منتج ازاي؟ احنا عارفين الريف المصري البيت المصري كان بيعتمد من الثقافه الريفيه القديمه كل بيت بيكتفي داخل النهارده ما عادش ينفع الثقافه القديمه بتاعت ان كل بيت يبقى منتج اجتماعي واقتصادي وهكذا، لا، انت بطبيعه المشروعات اللي تتعمل في الريف بقى تتمشي ازاي؟ اما تيجي بقى تتضافر جهود الدوله كلها من جهود الدوله على المستوى الاسكان والتعليم والصحه والمرافق والتضامن الاجتماعي، طب ايه بقى؟ وعندك طبقات لا شك الريف المصري فيه طبقات اولى بالرعايه طبعا المراه المعيله طبعا، وازاي انت توطني صناعات تتناسب يعني الصناعات طبعًا. الصغيره والمتوسطه على سبيل المثال، وده المشروع ده بدا في مصر من فتره اكثر من 20 سنه. انا شايف ان الوجود الطبيعي ليه والنجاح بتاعه لازم يبقى في الريف المصري. لانك انت ما تشوف الريف المصري النهارده الصناعات الصغيره كانت المراه الريفيه بتقوم ببعض الصناعات اليدويه. طب اذا تم تطوير هذه الصناعات والارتفاع بمستوى الثقافه الريفيه والدوله تبقى في مجتمعات منتجه اللي هي جماعات المنتجه طبعا. وانا شايف في كثير جدا الحقيقه من المبادرات اللي الدوله يعني عملتها يعني اللي هي على المستوى الاقتصادي زي مبادره ابدا ومبادرات كثيره جدا ومبادرات على مستوى الصحه بتتكامل مع حياه كريمه في نفس الاتجاه في نفس الهدف اللي بها انت بتحفيز الجهود كلها بجهود المؤسسات وجهود المجتمع طبعا المدني. وهو في النهايه يجب ان تتكامل الاستراتيجيات، يعني لا يجب ان يكون هناك استراتيجيه تسير جنبا الى جنب، لا، تتضافر جميع الاستراتيجيات وتتكامل معا لصالح المواطن. دكتور جمال ابو شنب استاذ علم الاجتماع السياسي جامعه حلوان، شكرا جزيلا لحضرتك. وهي ايضا منظومه واستراتيجيه للدوله من خلال استراتيجيه الدوله او ضمن استراتيجيه الدوله للتنميه المستدامه 2030 وتنمية الإنسان هو في البداية، وهي العنوان الرئيسي لاستراتيجية الدولة تنمية الإنسان خلف بناء الحجر، لأنه بالطبع هناك العديد من الجوانب والقيمة المضافة الاجتماعية والاقتصادية اللي عدناها مع حضراتكم. وأكيد كلامنا مش هينتهي عن حياة كريمة، لأن بالفعل هي مليئة بالمحاور الكثيرة والفوائد، وهي من داخلها تنمية للإنسان وقضاء على كثير من الآفات الاجتماعية والمعضلات والمشكلات اللي بتواجه الدولة، منها هجرة داخلية وخارجية، استقطاب شباب وإرهاب، العنف والجرائم، الحفاظ على الأسرة المصرية وتماسكها، تحديد النسل والأسرة المصرية، والخروج من الانفجار السكاني اللي بتعاني منه مصر، ورفع مستوى الدخول للأسرة المصرية، وبالتالي رفع مصر ولترقى للدول ذات الدخول المتوسطة والمرتفعة. وكل الشكر لكم أيضا مشاهدين على طيب المتابعة، ابقوا دائما الصحة وابقوا دائما معنا. النيل الأقرب إليك، تحياتي.